السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تبني بعدين في عصب مال عصب هذا ما تحني ولا قصة حقيقة وتعذيب هذا حسب الله انتين قصة بلاون أن كسلنا نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على نبينا قصدينه وحيكون بلا مساسة واحد جري ويدير وداديس أفر جرا نسق يقوس كيس وحيكون ولاين ودق هندية قوس كيس وحي هاين قنطن يرا وفقيرينا إن كوين وحك شقين جري وحو سمين جري ترينا ذا كبحة مقالة ذا عيا داد كان سفرية وشندة ذا هوري جري ويدو حك شقين جرتي عن طيلا انتي سميسو أي سوق كوين جرتي نولو نمان مدكو ذا أما عن طيلا عنيان برتا سيكيري جري ماني ما كميدو حد عضي إني هو يدو هبين الشقيسو ابنا أي قريقة كتحضو ديتا ماني تاس وحي إني كودو وينا أي كتكتين كيرا أي كترا دي مسولي دي سعديقة هيا أذن كتكي كتب هو يدو يسد بسد بشاقة تكتي إني كي وينا يا إني كيرا مركز كو سهرين إني كي وينا وحاو قاري حيليكي إسنا هو شاقة تكي كتب وحا سورتك النقو ويدي إن إني كيرا قريقة كتكو ديتا إني كيرا ولالكي سي وينا براعي ما دام يسد مسولي لو صار هو يدو صارتي إنه كان شقدي سمر كوتري وكحي مير بسي فلسطين تشقين حكود هاي إذا كوسو نقنية عشقة صورة مانيا حكاس كسي فردي ترين يير بسي دي فلسطين إن كيرا مدام ويرا فرجرها وحو بلابي إنه سكا عو وسكس عيارو وترين ذي كلا استكتشو سيدي عياري عياري عيو حد عاد هورد وتماضي تتين كيرا وصيحة بسيدو هوردي عيون باو حد عاد وحو صوك عاي شنقد يعني ترين دقاقه يوكلا كيبو حو أركي إنو تريكن كتشرو ودقاقبة لكن تران كاني عانو هين كي ولالكيو كتكي كوكولو يهي او يسوكو كو عيالي كياري إن كيرا غونا حي كمالا تاتيكي كروه دوكو تاتيكن ودمان يهدي إن كيرا سيدو تران كيسكو كرسان عدي تران كي هو السعودي مدور دونو كو دور لبع شا لذي سيدو تران كو سعودي مركة دنبو يستاقي إن كيرا غونا حسي هاي وقلق حسي هاي وقاتشونا يا عدر يا شامشي تو ما ير عيد كما قرنا يا ترانكي وكدا دقي مركو استاغي تولو انا قرنين انا عندك قرنين مركي دنبه عرور يرو ميلاها اسكيس تكتاغون دبجيف كواس شكاغا بير اسكالة تاغنا دي ودميل او فويدو مركانو هينو حصومي انا قرنين عرور طاير بسكو لحكالي كدو واحد جري قاري عرور طايري ميلا دبجيت اسكو تكتاغين قرو جري ميلاها قرو جري وميلكو حرين جري عرور طاير قاري قا مركي اركين ويكلاو ضياعين ويكلاو تفارا رقين انا كلا يسلمي بوكو كعي تت إن كيرا قاتش درفا هيسو عين بوحة وأركي إنن قبينا يا نكيرنا أحد بقاتشوني وكل رح بحبه وهو اسمه ذي بنو سق عن تضع عنا يبا عن تم برا أن تقع عن سوس وقاد أفكسي جني تت إن كير أيوة تكيرا وحكور هذي ما في عن تهاي حتى نحد كي قبنا سي هو إذا يقول سكيني أوي لكن إن كيرا haba yaratay wax jawu si michin da dad inankii markuu u jawaa way kiira waxa uu bilaabay inuu u kaxayo meesha agoomaha hadda muusin way wax jawaabada meesha agoomaha ay in kiira isaga noolaado sawir barta laga qaad jiray jimeer kasta agoon barta ku jir sawir laga qaad maani maan ma hakimida kiira sidu meesha agoomaha si jiray aniga waxa imaada qoys australiana u karaa dad markii maadaan xii ilaadeen sawir kuma kaarkin in kiira waxay وتجين قلادي أوفيس كم مسؤول كها، ده تبي حدادين أنا جو حنور ربنا إنا كارك حسنا، أو مسؤولية سقانا، أو إذا كنا نقول إحسان، كتب وين كحسنا كرا، ولا وراجين مسؤولية سي أستراليا ولا كحين كرا، أنا كودي كلك دجان، أذبو هنتي مثلاً وح على لي وحربو ولا سن شري بيترو إبيان، أسكول بالا كنت ترى أسكول قدامي حتى أنا سكن دري قدامي حتى أنا شامعدي، إنا كرا لكن ما عليك كس كس طالع. waxa isku day jira qaaridada inuu ka baaro maadaama aanu ilaabin family-gisi iyo inuu hindiya kasoo jeedo waxa isku day jira mar kasta la inuu baaro halkii family-gisi iyo trainadii ay agdig jireen gurigooda intuu u jiray wixii dhan buu ka kiira xusuusan jiray intaas sanu u baaray jiray adigu dambeyti kiira cadu dhameeyay shaqo fiican buu ka shaqeeyay kadib waxa isku day inuu u tago wadankii hindiya oo uu soo baaro hooyadii iyo walaalkii ina kiira marka uu bilaabay inuu soo baaro safarkii uu galay hindi uu tagay kadib tareenadii meelahii xafidoodina uu dhaweed isagoo siduu baaraya ayuu buuxa u arkay hooyadii markay aragtay way dareentay in kadi yahay
kadib barti bay isku arkeen, way faraxday. Waxay ku siraahday intaas sano maalin kasta waan ku baari jirnay, markii dambe waan kaa quusanay, waxaan kugu tirinay qof intee kale inkeera. Laakiin waxaa u sheegay inay qoys la wareegeen Australiana oo nolosha fiican ku noolaa. Markuu weynaadina waxaan go-aan ku gaadhay inaan yimaado oo nadiyo. Ugu dambeyntiina waan igaan helay ininkii. Laakiin waxaa loo sheegay arrin aada ugu naxay oo ah ininkii maalintii la raaciyey ee walaalkii ahaa ee hooyadii kaga tagtay ku tahay mas-uuliyadiina kayra qaad ee tareenka saddex dhigay, inuu siduu isagu baadhiyey uu tareenadii ku dhex dhintay. Aada buu ugu naxay arrinkaas. Haddaba sidii iyadii loo jago, kadib hooyadii markuu arkay xaaladeedii sidii ka sugan tahay, waxaa ku dhahay shaqadan iyo waxaan hooshkoysid faraha ka qaad. Kor Australia waa ku noqday sanad kastaa la weymi jiray, bil kastana hooyadii lacag fiican buu soo dir jiray. Qisadan Hindiya ka dhacday waxay ahayd qiso u xiisa badan. In mayar 25 sano maqnaa wadankiisa oo meel alaaloy meel maray laga quustay, ee haddana after 25 sano kusoo noqday familigiisii Iceland. Qisadan aada baa looga helay. Markii dambe waxaa laga sameeyey filin magaciisa la yiraahdo The Lion. Filinkaasa laga soo saaray, waana qiso aada dadkii dhan ay ugu heleen. Haddaba qisadeeni saasay ku dhammaatay. Haddaad ka heshay videogan, like, subscribe and share intaba sameey. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.